اشتباكات بين هيئة تحرير الشام وحركة أحرار الشام في إدلب. الأزمة الإنسانية في الموصل تفوق التوقعات. و15 مليون وظيفة قد يخسرها البشر بسبب الروبوتات. أسعد الله صباحكم بكل خير مشاهدينا الكرام، وأهلا بكم إلى نشرة اليوم المفصلة من أخبار الآن، نبدأها من الشأن السوري، إذ قتل مدنيان اثنان وجرح عدد آخر إثر اشتباكات اندلعت بين كل من أحرار الشام من جهة وهيئة تحرير الشام من جهة أخرى، استخدم فيها الطرفان الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، حيث قتلت امرأة مسنة على أطراف بلدة إحسم وشاب في بلدة إبلين بجبل الزاوية، فضلا عن عدد من الإصابات في صفوف المدنيين. اكتشف جيش الإسلام في الغوطة الشرقية شبكة أنفاق في بلدة مسرابة التي يسيطر عليها بعد أن حفرها مقاتلون تابعون لجبهة النصرة. وذكرت مصادر في جيش الإسلام أن الهدف من حفر هذه الأنفاق هو مباغتة ومهاجمة فصائل المعارضة السورية في ريف دمشق. وردتنا معلومات من هيئة الرصد والمتابعة أن في هذه المنطقة الواقعة بين مسرابة ومدرة يوجد هناك حفر، كان الأهالي يسمعون أصوات الحفريات تحت المنزل، فقمنا بتفتيش هذه المنطقة والحمد لله قمنا بكشف هذا النفاق، كان يحفره شخص تابع للأمير أبو إدريس في جبهة النصرة، وهو كان سابقا قائد جبهة النصرة في مسرابة، فقمنا بالتقصي والدخول إلى النفق وبه في شعبين من أجل ربط النفق الواصل من الجنب الآخر إلينا. أخي بدي ألفت نظركم بس لشغلة، أنه هذا البيت هو لأحد أمراء جبهة النصرة مسرابة، تم حفر نفق علينا وهي ما أول مرة ولا عاشر مرة بنحفر علينا النفق، وهي المشاكل ما كنا نخلص منها، يعني هذا المرض الخبيث اللي فينا ما كنا نخلص منه، إنه إنن جاي لنصرتنا، اللي جاي لنصرتنا ما بيحفر أنفاق، بيطلعوا من وراء المجاهدين تبعاتنا. هاي نقطة. النقطة الثانية إنه لقينا بنفس هذا النفق أقنعة واقية، الواقية لشو ما بنعرف، شو عم بيخططوا كمان ما بنعرف، إنه شو غايتهم كمان ما حدا بيعرف، لأنه هدول غايات ما بتجي غير عن خبث وعن تفكير وتلصد. يعني إلى العراق، حيث خاضت القوات الأمنية العراقية بإسناد جوي أمريكي معارك ضارية لتحرير قرية في جنوب مدينة الموصل احتلها داعش مؤخرا. وأفاد مصدر عسكري بأن الجيش يواصل عملياته من محورين ويتقدم للسيطرة على قرية إمام غربي من ناحية الجيارة التي احتلها أفراد داعش قبل أسبوعين. نجحت أجهزة الأمن في مملكة البحرين في ضبط جماعة إرهابية تتلقى تمويلا من حزب الله اللبناني لزعزعة أمن المملكة. وأوضحت التحريات أن حزب الله اللبناني يقوم بتمويل ودعم عدد من الأشخاص بهدف إرسال تقارير مزورة عن حالة حقوق الإنسان في مملكة البحرين بغرض الإضرار بمصالحها القومية. قضت القوات المسلحة الباكستانية على 8 أفراد من الجماعات المسلحة خلال عملية نفذتها في مقاطعة خيبر القبلية المحاذية للحدود مع أفغانستان في إطار العملية العسكرية الجديدة عملية خيبر الرابعة التي أعلن عنها الجيش الباكستاني حديثا لمكافحة نفوذ أفراد تنظيم داعش الإرهابي في المقاطعة. أتاح الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني الموقع في شهر تموز يوليو من عام 2015 بين طهران والقوى العظمى رفع قسم من العقوبات الدولية عن طهران. وأكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقرير فصلي نشر الشهر الماضي أن إيران تحترم التزاماتها بموجب الاتفاق، فهي لم تقم بتخصيب اليورانيوم إلى مستويات محظورة ولم تخزن اليورانيوم الضعيف التخصيب أو المياه الثقيلة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يبقي على الاتفاق النووي مع إيران متراجعا بذلك عن أحد أبرز وعوده الانتخابية بتمزيق هذا الاتفاق الذي أبرمته الدول الكبرى مع طهران قبل عامين.
ترامب هدد بالمقابل بفرض عقوبات على إيران لا تتصل ببرنامجها النووي بل ببرنامجين عسكريين آخرين، كما أعلن مسؤول أمريكي. وبحسب ما أوردت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، فإنه بموجب القانون الأمريكي يتعين على وزارة الخارجية الأمريكية أن تخطر الكونغرس كل 90 يوماً عن امتثال إيران للاتفاق المبرم سنة 2015، الأمر الذي سيحد من برنامجها النووي مقابل رفع كثير من العقوبات الدولية. وفي اجتماع استمر ساعة الأربعاء الماضي، أوصى جميع مستشاري الرئيس ترامب الأمنيين بالحفاظ على صفقة إيران في الوقت الحالي، ومن بين الذين تكلموا وزير الخارجية ريكس تيلرسون ووزير الدفاع جيمس ماتيس ومستشار الأمن القومي الجنرال ماكماستر ورئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال جوزيف دونفورد، وفقا لمسؤول وصف المناقشات الداخلية شرط عدم ذكر اسمه. وأضاف المسؤول أن الإدارة تبحث أيضاً عن سبل لتعزيز الاتفاق النووي وتطبيقه بشكل أشد صرامة، مشيراً إلى مخاوف من أن الاتفاق سيسمح لإيران مع مرور الوقت بالسعي صراحة إلى تخصيب الوقود النووي على نطاق صناعي. ويقول مسؤولون أوروبيون منذ وقت طويل إن الاتفاق يقصد به فقط تقييد البرنامج النووي الإيراني وليس على نطاق واسع من القضايا الأخرى. وأضاف المسؤولون أنه إذا كان على المجتمع الدولي بذل المزيد من الجهود لمواجهة طهران على جهودها الرامية إلى زعزعة استقرار الدول المجاورة في الشرق الأوسط، فسيكون من الأفضل مواجهة إيران من دون أسلحة نووية. أحييكم من جديد. قالت منظمة الصحة العالمية إن حالات الوفاة جراء وباء الكوليرا في اليمن تجاوزت 1800 حالة منذ 27 من شهر أبريل نيسان الماضي. وبحسب التقرير فقد كانت المحافظات الخمس الأكثر تضررا هي العاصمة صنعاء والحديدة وحجة وعمران وإب. بعد 8 أشهر من القتال الذي دمر أجزاء من مدينة الموصل العراقية وأزهق أرواح آلاف المدنيين، الأمم المتحدة تؤكد أن تداعيات الحرب في الموصل تجاوزت السيناريو الأسوأ عندما فاق عدد النازحين 940,000 شخص وفاق الدمار حدود المنتظر. رغم توقف القتال وتحرير الموصل من احتلال داعش، إلا أن الأزمة الإنسانية في الموصل لم تتوقف. فقد خلفت الحرب التي دامت 8 أشهر لطرد داعش من ثاني أكبر مدن العراق سكانا بعد العاصمة بغداد، خلفت أزمة إنسانية موجعة فاقت توقعات الأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية، حيث بلغ عدد النازحين حتى اليوم قرابة 8000 نازح، غالبيتهم فارون من الجانب الغربي للموصل، منهم 3000 مواطن تم إيواؤهم في مخيمات النازحين، فيما يقيم 4000 آخرين في بيوت أقربائهم وأصدقائهم وفي الأماكن العامة العائدة للمؤسسات الحكومية. وحول تكلفة إعادة إعمار الموصل قال منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في العراق إن إعادة البنية التحتية الأساسية في الموصل ستكلف أكثر من $1 بليون. وعلى خلاف أزمة النزوح في الموصل، معركة تحرير الموصل أفضت إلى كارثة مدنية أخرى، إذ اقترف مسلحو داعش انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان بعضها يعد بمثابة جرائم حرب، فقد حشد التنظيم الآلاف من المدنيين وأجبرهم على النزوح مباشرة إلى منطقة الاشتباك، وعمد مسلحو داعش إلى استخدام المدنيين كدروع بشرية ومنعهم من الفرار للنجاة بأرواحهم. من جانبها علقت صحيفة الجارديان البريطانية على الأضرار النفسية لأطفال المدينة، قائلة إن أطفال الموصل الذين عاشوا في ظل احتلال داعش الإرهابي سيكونون الأكثر تضررا نفسيا بعد حرمانهم لسنوات من إظهار عاطفتهم واللعب ورؤيتهم للكثير من أعمال العنف. ويرى الخبراء أن الأطفال يتأثرون بشكل كبير عند تعرضهم لمواقف تتسم بالعنف، إذ تظهر عليهم أعراض ما يعرف بالإجهاد السام، وهو شكل حاد من الصدمات النفسية التي يمكن أن تسبب أضرارا على مدى الحياة.
انتهاء العمليات العسكرية في الموصل كشف النقاب عن واقع مأساوي خاصة في الساحل الأيمن والمدينة القديمة بالتحديد التي شهدت أشرس المعارك بين القوات العراقية وتنظيم داعش، حيث بلغت نسب الدمار في المدينة القديمة فقط قرابة 90%، وهو ما يعني مزيدا من الضغوط على الحكومة العراقية والمنظمات الأممية للبدء بحملة واسعة لبث الحياة من جديد في الموصل ونسيان مرحلة داعش المظلمة. كشفت الزيديتان كانتا مختطفتين لدى داعش في مدينة الموصل القديمة عن إقدام مقاتلي التنظيم على إعدام 10 أزيديات قبل تحرير المدينة بالكامل من قبل القوات العراقية المشتركة. مراسل أخبار الآن وسام يوسف والتفاصيل. في الوقت الذي تسارع فيه الأجهزة الأمنية العراقية والمنظمات الإنسانية المعنية الخطى بحثا عن المختطفات الأزيديات من قبل قادة داعش ومقاتليهم، كشفت آخر فتاتين أزيديتين مختطفتين لدى التنظيم أنه قد أقدم على إعدام 10 فتيات مختطفات أثناء محاولتهن الهرب من الموصل، حيث كان داعش يحتجزهن داخل أنفاق تحت بنايات المدينة القديمة. كانت يوم أمس اللحظات الأخيرة لداعش، فقام بقتل اقترف جريمة بقتل 10 فتيات يزيديات. احنا شكلنا فريق عمل بالفرقة لمعرفة هذه الجريمة، الأسباب من قبل الطبابة العسكرية ومن قبل الاستخبارات ومن قبل الهندسة العسكرية للبحث في الأنقاض والبحث في الأماكن التي يعتقد مقابر لهذه الجريمة. سامية وأمينة لم تتمكنا من التحدث أمام الكاميرا بعد أن تعرضتا لإصابات بإطلاقات نارية من قبل مقاتلي داعش عندما حاولنا الهرب باتجاه مواقع تمركز القوات العراقية، حيث جرى إسعافهما من قبل قوات الفرقة 9 في الجيش العراقي التي عثرت عليهما في منطقة المشاهدة التابعة للموصل القديمة. هناك إصابات لكن إصابات خفيفة إن شاء الله، كانت مصابات بإطلاقات نارية من قبل داعش الإرهابي، لكن القوات الأمنية العراقية قوات الجيش العراقي الفرقة المدرة 9 استطاعت أن تتحررهن وهي مصابات بإطلاقات نارية. ومنذ بداية عمليات تحرير الموصل تمكنت القوات الأمنية العراقية من تحرير ما يقارب 3000 مختطف ومختطفة من قبل داعش حسب المعلومات التي أدلى بها لأخبار الآن أحد أعضاء مجلس محافظة نينوى عن المكون الأزيدي. الحمد لله تم تحرير أكثر من 3000، وما زال طبعا هناك بحدود 3000 من المختطفين والمختطفات ما زالت تحت سيطرة داعش، وهذول المختطفات اللي تتحرر لهم وضعهم الصحي طبعا كل صعب، يحتاجون إلى الدعم وإلى عناية نفسية لهذا ندعو جميع المنظمات وكذلك الحكومة العراقية وحكومة أقليم كردستان أن تقوم بدعم هذه الفئة المظلومة. القوات الأمنية العراقية شكلت لجنة للتحقيق في موضوع إعدام فتيات أزيديات في الموصل القديمة، حيث تجري أعمال بحث تحت الأنقاض في منطقة المشهدة لغرض انتشال جثثهن في واحدة من أبشع الجرائم التي ارتكبها مقاتلو هذا التنظيم الإرهابي في الموصل قبل القضاء عليه وإنهاء احتلاله المدينة. شادي شاب سوري من مخيم النازحين في درعا تعرض منزله للقصف من قبل قوات الأسد خلال الأيام الماضية، وبعد سريان قرار وقف إطلاق النار يعود شادي وأسرته ليرمم منزله ويعيش فيه. مراسلنا محمد الحوراني قابل شادي وعد التقرير التالي. أنا شادي نعيمي من سكان مخيم درعا، ونزحت من الجولان على المخيم، وحافظ الأسد باع أراضينا بالجولان، واليوم ابنه بشار قصف المخيم من 7 سنوات ويقصف بالمخيم، يعني لا ظل لنا لا دور بالجولان ولا بالمخيم، ورحت عبيتي لقيته هابط فوق وتحت، وهسه لجأت على مخيم على بيت ثاني بالمخيم وعم أرمم فيه وأزبطه، وبعد سريان الهدنة إن شاء الله تزبط تكون دائمة، لأنه هذا رجعت أنا وبناتي وعدم ما أخذ أولادي وأرمم بالبيت مشان أسكن، إن شاء الله تزبط ما تكون مثل الهدنة اللي قبليها 2 3 أيام ويخترق النظام الهدنة. وأنا كنت أشتغل عامل باطون قبل الثورة، ولما صارت المظاهرات التحقت على المظاهرات، وها إحنا اليوم إذا زبطت الهدنة إن شاء الله تزبط
راح نباشر بالعمل مشان نشتغل ونطعم أولادنا، بدنا ناكل بدنا نعيش. وقف إطلاق النار جيد إن شاء الله يكون دائم، بس ما بدنا يكون على حساب غيرنا إنه بس بالمنطقة الجنوبية. بدنا إحنا وقف إطلاق النار بسوريا كامل، ما يكون على حسابنا، وإحنا ما بنتنازل عن مطالبنا بالثورة اللي هي عدم مأخذ وإسقاط النظام مهما كلف الأمر، لا بقصف ولا بطيران، شو ما ساوي ساوي، لأنه 7 سنين وإحنا نذوق هالشيء هذا، عرف شلون؟ وبالنسبة للمجتمع الدولي نتمنى أنه يدعمنا لنقدر نكون حياتنا ونرجع مثل ما كنا. اجتاحت آلاف الحرائق عددا من البلدان في مختلف القارات في شهر تموز يوليو الجاري إثر ارتفاع كبير في درجات الحرارة والجفاف، ما أدى إلى إجلاء مئات الآلاف من السكان من هذه البلدان وإعلان حالات الطوارئ. في سلسلة من الحرائق التي تجتاح مناطق عدة من العالم، شهدت الجزائر حرائق نشبت في 17 ولاية في الأيام الماضية على مساحة أكثر من 1000 هكتار من الغابات، كما أتلفت محاصيل زراعية وأشجار مثمرة بحسب حصيلة قدمتها الحماية المدنية. وكافح رجال الإطفاء الحرائق المدمرة بالقرب من سانتا باربرا في كاليفورنيا، والتي تضاعف حجمها خلال الليل بسبب الرياح العاصفة قبالة الساحل في الغابات الجافة التي لم تحترق منذ عقود. وفي فرنسا اندلع حريق مهول يوم الجمعة الماضي في إقليم البرانس الذي يقع جنوب غرب فرنسا قرب الحدود مع إسبانيا، وأتى على أكثر من 190 هكتارا من الغابات. وفي إيطاليا التي ما تزال الحرائق فيها مشتعلة، يكافح رجال الإطفاء أكثر من 1000 حريق غابات في البلاد منذ يوم الاثنين الماضي وسط ارتفاع في درجات الحرارة وجو جاف، بما يشمل 3 حرائق قرب حي أوستيا الساحلي في روما. وفي كندا التي استعانت باستراليا، ما تزال طائرات عسكرية تكافح حرائق غابات آخذة في الانتشار بسرعة في كولومبيا البريطانية غرب كندا، والتي أجبرت 39,000 شخص على مغادرة منازلهم. وإضافة إلى كندا، طلبت جمهورية الجبل الأسود مساعدة دولية لمكافحة حرائق الغابات التي استعرت أيضا على طول ساحل البحر الأدرياتيكي وأدت إلى هروب السياح منها. وإلى أقصى الشمال في كرواتيا، يكافح رجال الإطفاء عددا من الحرائق على طول ساحل البحر الأدرياتيكي. أحييكم من جديد مشاهدينا الكرام، ونتحول وإياكم إلى مختاراتنا من الصحف العربية لهذا اليوم. تجوالنا القصير مشاهدينا بين الصحف العربية لهذا اليوم خصصناه للأخبار الصحية، والبداية من صحيفة الحياة التي نطالع منها: حمى الظنك تقتل 21 شخصا في منطقة سياحية هندية. كشف مسؤول حكومي أن فيروس حمى الظنك تسبب في وفاة 21 شخصا على الأقل في ولاية جنوب الهند خلال الأسابيع الثلاثة الماضية. وصاب الفيروس أكثر من 11,000 شخص في الولاية منذ شهر أيار مايو الماضي. إلى صحيفة الشرق الأوسط مشاهدين التي اخترنا منها لكم: باحثون دوليون يطورون علاجا لفيروسات الإنفلونزا. جاء في تفاصيل الخبر: نجح فريق دولي في فك أسرار نجاح الفيروسات القاتلة في الانتشار داخل الجسم الحي، الأمر الذي سيساعد على علاج الأمراض الفيروسية ومنها الإنفلونزا وأمراض البرد. صحيفة القبس الكويتية عنونت بين صفحاتها لهذا اليوم: ألعاب الكلمات المتقاطعة تحافظ على شباب الدماغ. إذا كنت من عشاق ألعاب الكلمات المتقاطعة، تحمل لك نتائج دراسة جديدة أخبارا سارة، فممارسة هذه الألعاب يوميا تجعل الدماغ أصغر ب10 سنوات عند التقدم في العمر. ومن صحيفة اليوم السابع المصرية: علماء ينجحون في تطوير فقاعات صغيرة تنفجر داخل العظام لإصلاح الكسور. نجح فريق من العلماء في تطوير فقاعات صغيرة تعمل على إصلاح كسور العظام من خلال انفجارها داخل العظام، وتستخدم الفقاعات لتقديم الجينات للعظام التي تعمل على شفاء الخلايا مباشرة داخل العظام المكسورة. وختاما مشاهدين من صحيفة الغد الأردنية: هل القهوة أفضل من الشاي؟
كوب ساخن من القهوة في الصباح يساعد على اليقظة، ويساعد كوب من الشاي على الاسترخاء بعد يوم طويل من العمل. فهل الشاي أفضل من القهوة أم أن العكس هو الصحيح؟ يقول الخبراء إن هذا السؤال تصعب الإجابة عليه، إذ من الصعب فصل مكونات المشروبين المختلفة وتأثيرها على أعضاء الجسم المختلفة. نعود إلى أخبارنا مشاهدينا، وفيها أيضا كشفت دراسة حديثة أن الروبوتات والذكاء الاصطناعي سيتسببان في خسارة نحو 15 مليون وظيفة. ووجدت الدراسة أن زيادة التشغيل الآلي ستؤثر على العمال الأكثر فقرا. التفاصيل مشاهدينا في تقرير الزميلة حنان ظاهر. 15 مليون وظيفة مهددة بالانقراض في المستقبل الذي لم يعد بعيدا بعد اليوم. الروبوتات أو الرجال الآليون الذين ظلوا لوقت طويل مادة أفلام الخيال العلمي الجذابة باتوا واقعا وحقيقة، وها هم اليوم ينافسون البشر على وظائفهم. هذا ما كشفت عنه دراسة نشرت في تقرير من مؤسسة ستون تراست، وهي مؤسسة خيرية تعليمية في المملكة المتحدة تهدف إلى تحسين الحراك الاجتماعي. ووجدت الدراسة أن زيادة التشغيل الآلي سيؤثر على العمال الأكثر فقرا، وتحذر من أن الروبوتات يمكن أن توجد مجتمعاً بفئتين متفاوتتين تسيطر فيها مجموعة من النخبة من ذوي المهارات العالية، في حين أن الفئة الأقل مهارة وذات الدخل المنخفض لن يترك لها سوى فرصة ضئيلة للعمل وكسب المال. إلى ذلك تشير دراسات حديثة أخرى إلى أنه في المستقبل القريب ستحل الروبوتات محل 85% من الوظائف البشرية، وأن هناك تجارب حقيقية ناجحة في الاستعانة بتطبيقات الذكاء الاصطناعي والروبوت في مؤسسات إعلامية أمريكية ويابانية بدأت تقوم بمهام في التحرير وكتابة التقارير والتدقيق اللغوي وكتابة الأخبار المتعلقة بأسعار العقارات والبورصة والمخالفات المرورية، وهي تعمل بشكل بارع في جمع المعلومات عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتقوم بتنسيقها لتقوم بتلك المهمة أفضل من العنصر البشري وبشكل أدق وأسرع. لكن هل باتت مهنة الصحافة حقا في خطر؟ يشير التقرير إلى أنه في عام 2027 سوف تعتمد غرف الأخبار على مجموعة كبيرة من الأدوات القائمة على الذكاء الاصطناعي، وسيتمكن الصحفيون من دمج تلك التقنيات الذكية في عملهم اليومي، كما ستصبح تقنيات الذكاء الاصطناعي قادرة على القيام بما هو أكثر بكثير من الموجود حاليا. عضي مرتادو مطعم محلي في العاصمة الأردنية عمان باستقبال غير عادي، حيث طلب منهم وضع عصابات على العينين أثناء تناول وجباتهم ضمن مبادرة تهدف إلى نشر الوعي حول الصعوبات التي يواجهها ضعاف البصر. هل جربت يوما أن تتناول طعامك في الظلام؟ هذا ما يعرضه مطعم محلي في العاصمة الأردنية عمان على زبائنه، الأمر الذي جعله يحظى باستقبال غير عادي. وكانت فكرة وضع عصابات على أعين رواد المطعم ضمن مبادرة ليوم واحد نظمها مركز لوياك، تهدف إلى نشر الوعي حول الصعوبات التي يواجهها ضعاف البصر. وهذا ما يعيشه رواد المطعم عندما يجدون صعوبة في فتح الأبواب والعثور على مقاعد لا يستطيعون رؤيتها، فضلا عن صب الشاي الساخن وتقطيع الطعام على الأطباق. فعاليتنا اليوم هي اسمها كل وانت مغمض، هي عبارة عن انه نيجي على الناس اللي هي عم تاكل وتشرب، نجيب الاشي الاسود يسكر على عيونهم، نسألهم انه شو حسوا وهم مو شايفين، هي رفقة في المكفوفين. فبس حابين نسمع آراء الناس انه كيف ما بتاكل وما بتشرب عم تاكل وتشرب وهي مو شايفه شو اللي قدامها. روج المجلس الاعلى لشؤون الاشخاص المعوقين مؤخرا لقوانين جديده من شانها ان تراعي الصعاب الماديه والاجتماعيه التي يواجهونها وقد تمنعهم من ان يعيشوا حياه طبيعيه. على مدار اليوم كان المتطوعون يقتربون من رواد المطعم ويطلبون منهم ارتداء عصابه سوداء ويحاولون الاستمرار في تناول الطعام اثناء ارتداء العصابة. دائما لما نشوف اي حدا مثلا مكفوف نتعاطف معه ونحاول نساعده، فاكيد هلا انا شعرت بنفس اللي بيشعروا فيه، فربنا يكون في عونهم طبعا، يعني مش شغله سهله اكيد. تأسس لوياك في عام 2002 على يد مجموعة من النساء في الكويت، أردنا أن يقمنا بتزويد الشباب في المنطقة بفرص للتنمية الذاتية وإلهامهم ليصبحوا أعضاء فاعلين في مجتمعاتهم.
قام مجموعة من الباحثين بتجارب أولية على تصنيع أول قلب اصطناعي نابض من مادة السيليكون ليحاكي وظائف القلب الطبيعية للأشخاص الذين يعانون من قصور في القلب. تفاصيل أكثر مشاهدينا حول هذه الدراسة مع الزميلة عبير عبد الله. بدأ مجموعة من الباحثين في التجارب الأولية على استخدام أول قلب سيليكون والذي يعتبر تطويراً للقلب الصناعي وفي نفس حجم القلب المريض تقريباً ليحاكي وظائف القلب الطبيعية في الشكل والوظيفة. واستخدم الباحثون في تصنيع وتطوير القلب للسيليكون عدداً من المواد الطبيعية ليصبح نموذجاً لمضخة الدم المستخدمة حالياً، ولكن بها بعض العيوب من بينها أجزاؤه الميكانيكية عرضة للمضاعفة. وقام الباحثون بإنشاء القلب الاصطناعي اللين من خامة السيليكون باستخدام تقنية ثلاثية الأبعاد. وأوضح الأطباء أن القلب الاصطناعي يحتوي على بطين أيمن وأيسر تماما مثل قلب الإنسان الحقيقي، وتتعرض غرف القلب إلى الانكماش بواسطة الهواء المضغوط وهو المطلوب ليضخ السوائل من غرف الدم وبالتالي استبدال تقلص العضلات في القلب البشري. ونشر الباحثون نتائج التجارب الأولية على القلب الاصطناعي ما يثبت قدرة هذا القلب على العمل بشكل أساسي ومحاكاة وظائف القلب الطبيعية. وأضاف القائمين على الدراسة أنه لم يكن هدفنا تقديم قلب جاهز للزرع، بل التفكير في اتجاه جديد لتطوير وظائف وقدرة القلوب الاصطناعية. وبطبيعة الحال فإن قوة الدفع وكفاءة المواد والآداء يجب أن تعزز بشكل كبير. في خبرنا الأخير، حلت العاصمة الإماراتية أبوظبي في المركز الثاني عالميا كأفضل مدينة للعمل والإقامة وممارسة الأعمال بكافة أنواعها، متفوقة بذلك على عدة مدن أوروبية كالعاصمة البريطانية لندن وباريس ومدن أخرى عالمية بحسب مؤشر إبسوس للمدن العالمية لعام 2017. وقبل ختام النشرة مشاهدين، هذا تذكير بما جاء فيها من عناوين: اشتباكات بين هيئة تحرير الشام وحركة أحرار الشام في إدلب، الأزمة الإنسانية في الموصل تفوق التوقعات، و15 مليون وظيفة قد يخسرها البشر بسبب الروبوتات. بهذا إذا مشاهدينا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا. دائما لمزيد من الأخبار يمكنكم متابعتنا على موقعنا الإلكتروني والتواصل معنا عبر مواقع فيسبوك وتويتر، ويمكنكم أيضا متابعة بثنا المباشر في ذات الموقع. أعود وألتقيكم مشاهدينا الكرام بعد أقل من نصف ساعة في موجز الأنباء، كونوا معنا.